وهقول لحضرتك حاجه تانية، عشان حته الجيش الجيش المصري في موضوع الارهاب. الامريكان كانوا عرضوا على مصر في سنه 94 يفكوا تركيب التنظيم للجيش المصري، عشان تعرف ان الموضوع متخطط من بدري، عشان الناس اللي بتقول ايه مفيش مؤامره مفيش، لا بنقول له لا في موجوده. عرضوا ان هم اللي على مبارك يفك جيش تركيب الجيش المصري ويحوله جيش لمقاومه الارهاب. وكان عندنا احنا لسه الارهاب كان موجود بس كان محلي. وعرضوا الكلام ده على 11 دوله افريقيه. الخمسه اللي وافقوا بيندموا على لغايه دلوقتي، منها اكبر دوله كانت موجوده في افريقيا نيجيريا. وكان جيشها قوي. حولوه لمقاومه الارهاب. النهارده جيش نيجيريا نص البلد راح مع بوكو حرام كتنظيم ارهابي ومش عارف يرجعها. ومش عارفين يسيطروا على عشان فك الجيش النظامي. لان الجيش النظامي ده جيش تقليدي يقدر يشتغل في كل الالوان. تقصد ان التربص بالجيش المصري هو امر قديم، هو مش جديد اصل هو رمانه الميزان في المنطقه. طب قول لي معركه الجيش المصري ضد الارهاب في سيناء تستمر لامتى في رايك او في تصورك؟ لا في اعتقادي ان هو باستمرار مشروع الشرق الاوسط الكبير. لان هو ادم التنفيذ. مشروع الشرق الاوسط الكبير بيتنفذ ازاي؟ الحرب بالوكاله. الحرب بالوكاله اساسها الارهاب. لان انا دلوقتي امريكا او الغرب اللي هو بيساعد اسرائيل على اقامه الدوله بتاعتها في نهايه المطاف، الدوله اليهوديه، فبالتالي ما هوش هيجيب قوته وحارب بيها زي الحرب العالميه الثانيه والاولى، لان كانت بتكلفه جدا بشر. فبيخترعوا حاجه اسمها الحرب بالوكاله. فالحرب بالوكاله دي مين؟ عباره عن ايه؟ الارهاب، الجماعات التنظيميه او التنظيمات الارهابيه اللي بيخلقها، وانقسام الجيوش على بعضها.